صحب الرئيس الصيني شي جين بينغ وعقيلته بانغ يوان يوم الأربعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعقيلته ميلايا ترامب في مستهل زيارة الدولة للصين لزيارة متحف القصر الإمبراطوري في بكين، حيث تحدثوا وتجولوا وشاهدوا معرض التحف التاريخية عروض أوبرا بكين. استقبل شي جي بين وعقيلته بن ليوان الرئيس ترامب وعقيلته ميلانا عند بيت باويون داخل القصر، حيث أعرب شي جي بين عن ترحيبه بزيارة ترامب للصين متمنيا له ولعقيلته زيارة سعيدة في الصين. وأكد شي على الأهمية البالغة التي تتمتع بها هذه الزيارة، معربا عن ثقته بأن تحقق هذه الزيارة نتائج إيجابية بفضل الجهود المشتركة من الجانبين. وتلبية لاستعلام ترامب، قدم شي أوضاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين، إضافة إلى النتائج الهامة الصادرة عن المؤتمر الوطني 19 للحزب الشيوعي الصيني الذي اختتم قبل أيام. من جانبه أعرب دونالد ترامب عن شكره للجانب الصيني على الترتيبات الخاصة لهذه الزيارة، كما هنأ بنجاح المؤتمر الوطني 19 للحزب الشيوعي الصيني وإعادة انتخاب شي جي بين أمينا عاما للجنة الحزب المركزية، وأعرب عن تقديره للإنجازات التي حققتها التنمية الاقتصادية في الصين وعن تطلعه لنجاح زيارته إلى الصين. وقدم شي جي بين لترامب تاريخ القصر الإمبراطوري، واصفا إياه بنافذة هامة للتعرف على تاريخ الصين وثقافتها، بينما أعرب ترامب عن إعجابه العميق بالثقافة التقليدية الصينية العظيمة. وجاء الرئيسان وعقيلتاهما إلى معمل التحف التاريخية بالقصر، حيث شاهدوا حرفة ترميم التحف وشاركوا في تجربة ترميم الرسوم القديمة. ثم شاهدوا معرضا للتحف التاريخية. وفي طريقهم إلى جناح تشانغيين، شاهد الرئيسان وعقيلتهما المصوغات الصينية المتميزة وعرضا لحرفة تصنيعها، وتفاعلوا مع الحرفيين. ثم شاهدوا عروض أوبرا بكين في الجناح. وخلال الجولة في القصر، تبادل الرئيسان وجهات النظر حول حوكمة الدولة والعلاقات الصينية الأمريكية وغيرهما من القضايا ذات الاهتمام المشترك.